ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كم العادة، وكل إعادة فإفادة باش غنسولوا المواطنين على مطيش اللي طلع السعر ديالها 15 درهم، واش مازال غتخضروا بها وتدخلوها للدار؟ وتعرفوا واش قالوا لنا المواطنين؟ أجوا معايا. لك حقيقة عمري شريتها، ما كنشريهاش وما كنطيب شي حاجة فيها المطيشة، كنحاول إيفيتيها، ندير خضيرة ولا شي حاجة بلا مطيشة. والفروي ولات رخص من الخضرة هاد الساعة، وين ندخلوا الفروي كثر، بنان والكاكي والافوكا رخيصه كنشريو الدس، ندير سلطه بخوي والله بلا سمطيشه، كندير الخيار مع افوكا مع شويه كيوي، وحنا كلينا سلطه. علاش غندير مطيشه انا كاع؟ ما نشريهاش وما كنشريش داك الشيء الغالي، ما كنشريش، كنيفيتي المشكل. القليان الزيت ما كنشريش، لا كنطيب شويه زيت العود ما كنشريها، بالله نكذب عليك، انا الدجاج ما كنشريش، اين فوا تزاد في الثمن ما عندي ما ندير به. نديرها مع البيض، دابا مابقاش غندير مطيشه مع البيض، غنولي نديرها البيض بوحدو اصلا. ولا كانت شي حاجه ديسير خاص من المطيشه غناخذ ديسير احسن من المطيشه، مع الشعب ومع الفقير ومع كل شيء، يعني حتى انا محسوب منهم طبيعه الحال، بنادم كيفاش على قد الحال ديالو. شي رساله للمسؤولين؟ واخا شنقول لك، رساله للمسؤولين طلبوا من الله سبحانه وتعالى اول حاجه تصب الشهر باش الخضرة تترخى شوية، وثاني حاجة الناس المسؤولين يديروا واحد المراقبة للأسعار ولا شي، فهمتي، باش تكون شي حاجة مقنة من الأحسن. خلاش للدار نخطر بها، أنا عندي الدراري وعندي هادي، نفضل نشري كيلو البنان نعطيهم وحدة وحدة، وما ندخلش مطيشة. ما تخطريش بها؟ لا ما نخطرش بها سيدي، فاش غادي يدير؟ ما يلا كنصوروا الكرا والماء والضو ونزيدو المعيشة غلات علينا خويا. وبالنسبة للبنادم المسكين، لا سيدي ما غاديش ندخلها، ما ندخلهاش نخدر بها، ما عندي ما ندير بها، غندير الحامض حسن، قضية حامضة اللهم نديرو الحامض. المطيشة ودعتها، حيت أنا دابا وليت نخدر عيب البنان داير 160، البنان داير 160 ومطيشة ارتفعت في الاسعار، يعني انا وليت تيجيني البنان حلو على مطيشه، يعني بنان تنديرو في الطاجين، مره تنسد عليه في الكوكوت مع الجلوف ديالو، عرفتي دير البنان مع الجلوف ديالو راه تيجيك بحال الخرشب، عرفتي الخرشب راه هو البنان بالجلوف، غير خصك تحك داك الجلوف ديالو وخصك تقطعوه كطريفات ولوحو مع الكوكوت وسد عليه، والله هذاك الشيء الا بنين برا البنان، حيت البنان داير 160 ومطيشه دايره 300، والله ما البنان حسن، لان البنان هو اللي كان بكري تيكون غالي، تيقول لك البنان راه البنان دابا رخيص، والله ما نخضر بالبنان حتى من المطيشه. الثمن ديالها غالي بزاف، اللي ما يمكنش لاي اسره انها تدخل مطيشه لدارها، الثمن ديالها اللي كان شحال هادي من 4 دراهم حتى 5 دراهم، دابا ولات ب 15 درهم، يعني 15 درهم كانت كتقدا لهم بزاف ديال الحوايج، مطيشه بطاطا، يعني بزاف الخضار اللي غادي يقدروا يطيبوا بها، باش تولي دابا 15 درهم كتاخذي بها غير مطيشه، يعني الثمن شويه طالع. وبالنسبه لينا حنايا زعما في الدار ما نقدروش ندخلوها، 15 درهم راه بزاف غاليه علينا، نخضروا البنان.